Attention. Action. كبروا ما بغاو شي خويا الدار هي كوميديا اجتماعيه مغربيه تتحكي قصه ديال الاولاد اللي تيكونوا كبار وتيبقاو عايشين مع والديهم في الدار رغم لاج افونسي ديالهم ومن طبيعه الحال تيعالج واحد العدد المواضيع والمشاكل اللي تعيش هذيك الفئه من ديال الشباب سواء كانوا يعني خدامين او عاطلين العمل وتيطرق كذلك المشاكل اللي تعانيوا منها الاباء ديالهم بحكم الوضعيه اللي هما تعيشوها. هذا بالنسبه للموضوع ديال الفيلم. الفيلم اختار باش نصوره في مدينه الرباط لحقاش مدينه الرباط ما خداش الحق ديالها بزاف في التصوير الاولى لانها مدينه جميله بزاف وبالنسبه ليا هي الغوبزون دو ديكور ديال الفيلم ديالي. بالنسبه للممثلين اللي اختارت باش نشتغل معاهم في هذا الفيلم مداوى كاين ممثلين معروفين بزاف بحال فضيل بالموسى جمال عبابسي حافظ بعدي رفيق بوبكر واخترت هذه المره باش نتعامل كذا واحد الفئه كبيره من الشباب ديال الممثلين اللي هما شباب عاشوره